مهنتي علمتني ان ادور على الحقيقه في اي وقت تحت اي ظروف، بغض النظر اذا كانت هتأذيني ولا لا، طالما حسيت انها موجوده. جمال لو فضلت حياته مستقره عمره ما كان هيدور ولا هيفكر. لا يا زين، لا، جمال مش زي ما انت شايفه خالص. جمال قرر يدور لان لسه في جواه جزء نظيف يحاول يحافظ عليه. عنده ابن بيتمنى له مستقبل أأمن وأنظف من اللي هو فيه. كمان لو كان عايز يكمل في سكته كان هيقدر يكمل، وكان هيجبر الظروف كلها إنها تقف معاه وتساعده، وده كان هيبقى أسهل له لأنه كان هيبعد الخطر عن نفسه وهيبقى على هواهم. لكن هو اختار الأصعب المستحيل تقدر تسميه، يبقى يستحق إننا نقف معاه ونساعده حتى لو هيعرض حياتك للخطر. طالما أنا جنبه هحس بالأمان. أنا جبت لك الفلاشة اللي عليها التسجيلات. روبا نفسها ما تعرفش إني عملت منها كوبي. هتاخدها علشان نساعد بعض نلاقي الحقيقة ولا؟ ياخدها. نعم يا أخويا. يعني إيه بقى الأمن أجهض العملية على آخر لحظة؟ أفهم. سوء اختيار عناصر سيادتك. أنا كلمت علي في الموضوع ده كذا مرة بس للأسف يا فندم ما بيسمعنيش. وهو فينه دلوقتي؟ إيه؟ خايف يجي يبلغني بنفسه؟ حاسس بفشله؟ يا ريت يا فندم بعت على الفشل بس. علي دلوقتي مقبوض عليه في اسم الشرطة. نعم؟ مقبوض عليه في اسم شرطة؟ إيه التهريج ده؟ يعني إيه مقبوض عليه في اسم شرطة؟ ده اللي حصل يا فندم. علي اتمسك النهاردة في لجنة مرور. واضح إن هو كان معاه حاجات ما عرفش يخلص منها. وبعدين؟ لازم هيتعرض على النيابه بكره. اتمسك في اسم هيتعرض على النيابه بكره ومعاه حاجات وبعدين؟ في الحاله دي يا فندم زي ما سيادتك عارف بيكون في رقم كود عمليات متفق عليه بيننا وبين بعض. اول ما علي بعتهولي اتصرفت وجهزت الشخص اللي يعرف يخرجه من الموقف ده ويطلعه من النيابه بكره. اسلوب عادي جدا بنستعمله مع العناصر الجديده والعيال الصغيره، يعني مش واحد زيه في رتبته وبخبرته دي كلها. للأسف يا فندم هو ده اللي حصل. حلو قوي، هايل. ويا ترى بقى اتمسك بإيه على فندي؟ هتجيلي المعلومات وهرفع تقرير لسيادتك في ساعته وتاريخه. قول لي يا شوقي، تقدر تحدد لي إيه هي مشكلة علي بالظبط؟ الضعف وعدم التركيز يا فندم. بمعنى؟ بمعنى إن علي عنده بطء في حل مشاكله مع نفسه، وساعات بيصعب عليه الأمور لدرجة بتخليه ما يعرفش يحلها بعد كده. عندك مثلا يا فندم مشكله جمال، ودي كانت اهم حاجه مركز فيها عشان ينهيها، وزي ما سيادتك شايف مفيش اي نتيجه اتحققت على الارض ولا حتى ايه؟ ما تكمل. ولا حتى في المشاكل اللي بتتحرك من وراها. استدعاء مسعود حجي للنيابه للتحقيق معاه يا فندم بيضعف سمعه الجهاز كله. مسعود مش هيروح النيابه، حصانته الدبلوماسيه بتحميه وعايزه يسافر في اقرب فرصه. ابلغه سيادتك. تقدر تكمل مهمة علي وتثبت لي انك الأكفأ والأحق بيها؟ أنا متأكد يا فندم إن كل اللي اتسأل قبلي على السؤال ده جاوبك بالكلام وقال لك نقدر. لكن أنا بقى هرد على سيادتك عملي. اعتبر يا فندم إن ملف جمال الجبالي اتقفل للأبد وفي أسرع وقت. قبل ما ده يحصل مقر الشركة دي يتقفل ويتفتح مقر جديد، ويا إما أنت تستلمه وتثبت كفاءتك يا اما هغيركم انتوا الاثنين. تمام سعادتك. وقد ارفقنا صوره ضوئيه من محضر ضبط وتفتيش المذكور وسيارته، اشرنا عليها بالاطلاع والارفاق في تاريخه، ثم سالناه: ما قولك في ما هو منسوب اليك في حيازه عينه مشعه بغرض الاستخدام الغير خاضع لرقابه الجهات المختصه؟ أنا ما أعرفش العينة دي جت منين. العينة اتلقت في عربيتك. قلت لحضرتك قبل كده إن عربيتي كانت مسروقة بقالها فترة ولسه مستلمها النهاردة من مكافحة سرقة السيارات. يعني أنت بتنكر صلتك بالعينة دي تماما؟ ما أعرفش أي حاجة عنها. علاقتك بنوح السباعي؟ أول مرة أسمع بالاسم ده. يعني ما تعرفش إن هو صاحب المعامل اللي تم تسريب العينة منها، وإن دي مش أول مرة بتحصل.
ممكن تسألوه هو مش أنا. يعني مش هو اللي اداك العينة دي؟ قلت لحضرتك قبل كده معرفش العينة دي جت منين. اتفضل. جبت دليل براءة يا أستاذ؟ طبعا. دي صورة ضوئية من محضر تسلم وكيل العربيته عصر امبارح بمنطقة مرور الطراسة، يعني قبل وقعة لجنة شرطة طريق الفيوم بساعتين. عايز تقول ايه يا أستاذ؟ الموقف بسيط جدا سعادتك. فضلا على ان الوكيل ضابط شرطة سابق وفاهم قانون كويس، لا يمكن ان يحط نفسه في مواطن الشبهة. يعني خلينا سعادتك نقرا الموقف بطريقة متأنية. هل يعقل خلال ساعتين من تحرك موكلي من منطقة مرور الدراسة لطريق الفيوم انه راح مكان في النص وطلع وقعد واخد العينة ونزل بيها واتحرك علشان يتمسك؟ استحالة في حالة المرور البطيء، ولا ايه يا فندم؟ حضرتك العينة كانت موجودة من الاول وموكلي ملوش علاقة بيها خالص، لذا انا بطلب اخلاء سبيل موكلي بلا اي ضمان او قيد. الكمين ده كان مستنيني مخصوص، حد كان مراقب لي وحاططها لي في العربية وعارف ان حد على الكمين ده. حد زي مين؟ نوح السباعي مثلا؟ نوح السباعي ما يجرؤش من معايا كده. امال مين؟ هو واحد ما فيش غيره. الو؟ ايوه علي باشا. تمام يا باشا، حاضر علي باشا، في نفس المكان والزمان حضرتك. مع ألف سلامة علي باشا. جمال باشا؟ رياض مالك فيه؟ شفت عفريت ولا ايه؟ مفيش يا باشا، سلامتك. هو بوبو اللي معاك بره ده يا باشا؟ بوبو؟ هو انت بتعرفش اللي اتحبس ولا ايه؟ حتى عيب في حقك وانت اللي مبلغ عنه. بتدور على ايه؟ بتدور على ده؟ يا بنت الكلب يا خاينة، بعتني بنت الكلب. اسمها اشترت الناس اللي كانت معاهم عيش وملح، ما عضتش الايد اللي ربتها وكبرتها. انت هات كلك على بعضك، لو اتبعت كده ما تسواش حاجة. عارف ليه؟ عشان انت زبالة ورمة ومالكش تمن. ابوس ايدك يا جمال باشا، علي باشا كان هيفرمني، وحياة النعمة ما كانش ليا في القصة دي خالص. انا قلت له اللي بينك ما بينه حله بنفسك. زلني يا باشا عشان انت. يا ده انا مش جاي عشاني. انا لو جاي لحاجه ليا مش هجيلك لحد عندك، اخليك تيجي بنفسك. لكن انا جاي عشان حق بوب وحق الرجاله اللي انت بعتهم. ابوس ايدك يا جمال باشا، ابوس ايدك يا جمال باشا، ارحمني، ابوس ايدك يا جمال باشا.